السلام عليكم واهلا فيكم بفيديو اسطوري جديد 1v1 10k على خريطة بادلاندز بالانسد ما بين اللاعبين بيك سايز باللون الازرق بجيش تشاينا تانك بالطرف الاخر والخصم بويكا باللون الاحمر بجيش تشاينا تانك. على فكرة امتع ماتش ابس وامتع ميرور جيمز بتصير بالنسبة لي تشاينا تانك ضد تشاينا تانك يا رجل، متعة وتوازن وتكافؤ رهيب بالجيم. فضلا وليس امرا وكالعادة ما تنسى تدعم الفيديو بلايك وتترك لنا رأيك الحلو بقسم التعليقات، لاني اوعدك انك على وشك انك تشاهد جيم ما فوق الاسطوري. طيب بويكا بلش 1 سبلاي 2 سبلاي، خريطة نوعا ما قديمة ولكن الجيم منه كتير قديم، 2021-2022 على ما اظن ما بين بويكا وبيك سايز. طيب بالطرف الاخر بيك سايز 2 سبلايز مع 1 وور فاكتوري مع بعد الباور. طيب الخريطة مثل ما قلنا قديمة وجدا كبيرة، خريطة بادلاندز بالانسد اسمها بارن بادلاندز بالانسد. كتير كان يصير فيها جيمات على فكرة، هاي الخريطة كتير كان يصير فيها تحديات، نزل منها رانكت ماب محدثة ومطورة ومتوازنة أكثر. هاي النسخة الأصلية من الخريطة وليست المحدثة. طيب بيك سايز 1 وور فاكتوري 2 وور فاكتوري وباركس سريع، بالطرف الآخر بويكا 1 وور فاكتوري 2 وور فاكتوري مع أوت بوست في بداية اللعبة. طيب بينزل الجندي، ما بعرف راح بجندي أظن رايح بنكر فيه هون. طيب بالطرف الآخر بيك سايز باللون الأزرق دوزر متقدم طبعا حتى ياخذ السبلاي اللي هون، كذلك الامر راح يعمل بويكا على ما اظن، ولكن لحد الان ما قرب على السبلاي. حلو حركه الاوت بوست جدا رائعه وذكيه من بويكا، بيحاول يقرب بالاوت بوست يدعس الجنود. بالطرف الثاني بنكر بهي المنطقه اللي هون. طيب تقدم ل بويكا بالهجوم، اول هجمات تحتسب لبويكا. بالطرف الاخر بيك سايز سنيكي فليمر، فليمر بيحاول يلفف على ارض بويكا. فترنسي طبعا باتل ماستر مع الرتبه الدبل، طبعا تشاينا تانك بيعطيك باتل ماستر بالرتبتين وهذا شيء لا غنى عنه ضد تشاينا تانك او غيره. طيب خلينا نشوف وحدات مع باتل ماستر من بويكا. خلاص راحت الفليمر، حركة حلوة من بيك سايز، ولكن او في فليمر تانية من الطرف الاخر كمان، اما مفوتها سنيكي بيك سايز على ارض بويكا. طبعا اذا بتوصل راح تعمل مصائب بارض الجنرال بويكا، بويكا كذلك الامر. فليمر على ارض بيك سايز، طبعا طبيعي جدا تشوف الجيم بطيء لانه الجيشين بطيئين، تشاينا تانك من أبطأ الجيوش إذا ما كان أبطأ الجيش. طيب بيك سايز خلاص بنا بنكر هون، كيف وصل بالبنكر لهون؟ سحب الدوزر لورا على ما أظن بعد ما شاف الفليمر. بيك سايز انتشار على حساب بويكا بالخريطة، بويكا بحالة دفاعية بطريقة ما. بيك سايز يتلقى أول هجمات بويكا، باتل ماستر لحتى تفرط الأوت بوست على ما أظن، باتل ماستر موجودة للحراسة من السنيكي اتاكس من بيك سايز. بيك سايز يعود الى الوراء، ميرور جيم بامتياز مرة اخرى، نفس طريقة اللعب اللاعبين عم بيلعبوا. بويكا بيخسر اوت بوست. بالطرف الثاني بويكا مستفيد من البنكرز واخذ السبلاي اللي هون وبلش يبني بناكر دفاعية، لابد من البناكر ضد تشاينا، لازم تبني بناكر لانه عدد السبام القوات في ساحة المعركة راح تفوق حد الخيال، فالبنكرز لحتى تخفف اعداد الجيوش وتدمر ما يمكن تدميره. بالطرف الاخر بويكا بحالة مرة اخرى بحالة دفاعية جدا، ما في اي هجوم يذكر لبيك سايز غير بهالمنطقة، منطقة التنل هجوم صغير كتير. بالطرف الاخر بويكا يحاول التقدم الى ارض بيك سايز، بيحاول يلف على ارض بيك سايز بالباتل ماستر، ممتاز بيفرض اوت بوست رائع جدا وبيهرب بالباتل ماستر على ما اظن، خلص نفذ فيها. بالطرف الثاني بيك سايز ممتاز، فليمر على البنكر مع باتل ماستر من بويكا، حلو بيشيل الاوت بوست، بيحرق الجنود، بيحرق جندي واحد وليس الجنود. طيب بالطرف الثاني بويكا الجيم ما زال في البداية،
والجيم ما زال هادي تماما. طبعا دائما جيمات تشاينا تانك بتبلش بعد البروباغندا سنتر، هذا شيء كان بدي اقوله ببدايه الجيم، ولكن المقدمه كانت طويله شوي وراح عم بالي اقولها. دائما جيمات تشاينا تانك ميرور حصلا بتبدا بعد البروباغندا سنتر، بعد الاوتولودر، واحيانا ببلش الطحن بعد النيترون شيلز والتطويرات تبعول ديبليتد يورينيوم شيلز تبعول التشاينا تانك، تطويرات النووي يعني. طيب ممتاز، بيك سايز حلو، بيحاول يدافع عن نفسه بهالمنطقة. بالطرف الاخر الاويلات من نصيب بيك سايز، لا والله لا والله، اويل واحد فقط من نصيب الجنرال الازرق بيك سايز. عم يجمع جيوش اي سي ام مع فليمر مع باتل ماستر. طبعا الاي سي ام ضرورة من الضرورات ايضا بهالماتش اب، اساسية جدا الاي سي ام بالنسبة لبويكا وبيك سايز والبلاك لوتس التي يعشقها بويكا والتي لا يمكنه اللعب بدونها. البلاك لوتس اول الهجمات التي تذكر وتحتسب لبيك سايز، ولكن جيوش بويكا في الطرف الاخر في المرصاد. جيوش باتل ماسترز رهيبة من بويكا وطريقة تصدي ممتازة جدا. اللوتس من بويكا تخترق ارض بيك سايز، بيحاول يقرب، ما بعرف شو راح يشيل، على ما اعتقد يعمل كاش هاك. افضل حل هو لا تستغل اللوتس، انك تعمل كاش هاك. الاقتصاد جدا حساس عند تشاينا تانك، فاذا تستعمل الكاش هاك من بداية اللعبة على ما اعتقد تكون استراتيجية جدا جدا جيدة. حاول سيطر على السبلاي ولكن ما عمل كاش هاك للأسف الشديد. طيب بويكا ينسحب الى الوراء بالبلاك لوتس على ما اعتقد، بنا نووي يعني بده يطلع تطويرات، واذا طلع تطويرات بتشاينا تانك مرة تانية راح يكون جيشه رهيب على الارض. تاك هانتر بلغم الباتل ماستر، اللوتس بيحاول يسيطر على الوور فاكتوري، ممتاز جدا. بيك سايز بيخسر ثلاثة وور فاكتوري، ثلاثة وور فاكتوري عند بيك سايز. هو كان بين اثنين على ما اظن، ولكن لما شاف انه راح يخسر الثاني بنى الثالث. لا اعتقد انه طالع ثلاثة وور فاكتوري بيك سايز، يا الهي اوفرلورد من بداية اللعبة من الدقيقة السابعة. بالطرف الثاني خلينا نشوف بويكا، خلينا نشوف بويكا شو عم يعمل. بروباغندا سنتر، خسر بروباغندا سنتر باللوتس، عم يعمل نفس الاسلوب يلي عم يلعب. ما لحق يشيل النوكلير مثل باللوتس، حلو 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 حلو. هون صراحة الحظ يحالف بيك سايز، لو انه كشفها بالاوتبوست، ولكن الاوتبوست صعب كتير ان تشيل اللوتس. طبعا خسر فليمر، كان راح يفوت له فليمر على ارضه لبويكا، خسرة. بالطرف تاني انا عم حاول افهم شو عم بيصير. بويكا 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 حلو، عم بيحاول يقرب من الطرف التاني. حلو حلو، سبام حلو من بويكا. اوتولودر مع ناشيوناليزم، تطويرين من اهم ما يكون في جيوش بويكا. بويكا خلاص يخترق ارض بيك سايز. خلونا نشوف اللوتس، اللوتس ما زال انشالت اللوتس من ارض بويكا. والاي سي ام، الاي سي ام يا سلام سلم، الاي سي ام ما لحقت توقف الاوفرلورد، والباتل ماستر كان شيل الاوفرلورد بسرعه خارقه. بيك سايز اول مدفعيه واول ارتلري الى ارض بويكا. ارتلري بارتلري، مدفعيه بمدفعيه. بسايز بيضرب الاقتصاد، ممتاز ممتاز. بيك سايز بحاله دفاعيه بعد ما كان بويكا هو يلي بحاله دفاعيه. ارتلري ممتازه بالدمج الاوفرلورد، بيحاول يشيل السبلاي ولكن بدون اي نتائج تذكر. بويكا بارض بيك سايز مره اخرى، جيوش بيك سايز العتيده. اوفرلورد مع بنالون تحديث النووي، يورينيوم شيلز، يعني صار جيشه اسرع، صار جيش بيك سايز على الارض اسرع. هون بتختلف الفروقات ما بين لاعب ولاعب، هون بيختلف وهون بتميل الكفة لصالح لاعب اكثر من لاعب. عم تلاحظ التكتيك اللي عم يلعب فيه بيك سايز. طبعا بيك سايز وحش حقيقي بالجيش الصيني، بيك سايز
يعني بيعمل جرائم لما يستلم الجيش الصيني. هذا شيء متفق عليه على فكرة، مش بس كلامي، كل اللاعبين حتى اكس كال بيعاني ضد بيك سايز بالجيش الصيني، ولكن بويكا ايضا لاعب محترم جدا بالجيش الصيني. ولكن المعروف عن بويكا والمشهور عن بويكا احترافه بلعب الجي ال اي ديموليشن. يا رجل فنان حقيقي بويكا بالجيش الجي ال اي ديموليشن، ولكن الجيم ما انتهى. ما تفهم من سياق كلامي انه لا الجيم لبيك سايز، لا لا ما تستعجل، خلونا نشوف وخلونا ان نكفي الجيم. للاخير حلو ممتاز ممتاز. اللوتس على ما اعتقد ايزي راح تشيل النوكلير مثل بدون اي مشاكل. بويكا من الطرف الثاني ممتاز ممتاز. لاحظ اختراق من طرف بويكا واختراق من طرف بيك سايز، ممتاز جدا. خلاص اللوتس بتشيل النوكلير مثل، رائع جدا. النوكلير مثل اصبح في ايادي الجنرال الاحمر بويكا. بيك سايز يعاني، لاحظ هالسبام الخرافي. بالطرف الاخر بيك سايز بارض بويكا وبويكا بارض بيك سايز. صدق او لا تصدق عزيزي المشاهد، المعركة الاسطورية ما بين بويكا وبيك سايز. طيب حلو كتير، خلاص ارض بيك سايز تمسح بالكامل، ارض بويكا عفوا تمسح بالكامل، وكذلك الامر ارض بيك سايز. حلو بويكا عم بيحاول يشيل القاعدة لحتى يحرمه من التطويرات بكل شيء، بالريد كارد، بكل شيء، بكل ما اوتي من قوة. بويكا بيحاول يشيل مباني بيك سايز، ممتاز جدا. اي ام بي اسطورية من بيك سايز، رائع جدا. بالطرف الثاني خلونا نشوف شو عم بيصير. بالطرف الاخر خلاص بويكا ما ضل عنده شيء نهائيا. تكيك من ارضه يا رجل، تكيك من ارضه بشكل كامل بويكا. طيب خلونا نشوف، نرجع للطرف الثاني. بالطرف الثاني بويكا ما زال عم بيحاول يشيل ارض بيك سايز، ما زال عم بيحاول يكيك بيك سايز، ولكن محاولات لحد الان غير ناجحه. وصل لحد معين، شال حرفيا نص ارض بيك سايز، ولكن لاحظ بويكا اخذ خط على عرض الخريطه، انحشر حشره ما بتفهم بويكا. طيب بالطرف الثاني بيك سايز ما زال عنده شويه جيوش بارض بويكا. الاي سي ام بيوقف الفليمر وال اوه على الحظ الاوتبوست طلعت، كشفت اللوتس والجاتلين كانت على الطريق، شالت اللوتس بطريقه، بيشيل النوكلير مثل، بخلص على النوكلير مثل بيك سايز. ما بعرف ليش ما رجع كابتشره، ما بعرف ليش ما رجع سيطر عليه، ولكن يمكن لحتى ما يعطي وقت لبويكا ويضربه النوكلير مثل. طيب خلونا نشوف التطويرات من بيك سايز، الستارات من بيك سايز. يا سلام سلم، اوه كاربت اكثر من اسطوريه من بيك سايز كاربت اكثر من اسطوريه من بيك سايز. شال فيها التركات المصاري، شال فيها عدد دبابات لا باس فيه. بالنسبه لكاربت بويكا خلاص اخر خط دفاع عند الجنرال بويكا. خلينا نشوف الطرف الثاني، بيك سايز عنده سبلاي كامله، اذا سبلايتين بيك سايز، اذا بيستغل موضوع السبلاي يعطيك العافيه بيك سايز. خلينا نشوف بالطرف الثاني بويكا يحاول اللحاق بجيوش بيك سايز، يحاول تدمير ما تبقى من جيوش بيك سايز. الاوفرلورد مطحش على 3 باتل ماستر، لا اعتقد فكره سديده، اوه لا والله فكره اكثر من سديده، ممتاز جدا. خلينا نشوف ارتلري بارتلري مره اخرى، مدفعيه بيخسر الباركس، ممتاز جدا. الاوفرلورد تلحق الباتل ماستر، الارتلري على الاويل، بويكا بيحاول يضرب الاويل تعود بيك سايز ولكن ما انشالت. طيب بالطرف الثاني السبلاي لحد الان بيك سايز ما اخذها، دمار شامل كما تشاهد عزيزي المشاهد، دمار شامل في ساحة المعركة. الغام على السبلايات، ممتاز على السبلاي تراك، كيف ما تحركوا راح يتلغموا ويتدمروا. حركة حلوة من بيك سايز، حركة رائعة جدا. بالطرف الثاني بيك سايز حلو بيحاول يفوت بوحدة جاتلينك، بيحاول يفوت بالجاتلينك، طبعا ضرب له الباركس 90% لحتى ما يعبي البنكرز. يعني اذا عبى البنكرز وارنب بارضه
بويكا وعسكر بأرضه خلاص يعطيك ألف عافية. كامبر ما بقى بتقدر تعمل معه شيء نهائيا يعني على ما أظن. طيب هيليكس من بيك سايز، بيك سايز يحاول تغيير الاستراتيجية وتغيير طريقة اللعب وتغيير طريقة الهجوم. اي سي ام حلو كتير بيشيله. اوه هيليكس خرافي من بيك سايز، هيليكس خرافية جدا من بيك سايز، ممتاز ممتاز، بيشيل عدد بطل ماسترز لا بأس فيه. بويكا يعاني، بويكا محاصر، بويكا يستغيث صراحة من جيوش بيك سايز. خلونا نشوف كاربت من بيك سايز، كاربت على الطاقة على ما أظن، ممتاز ممتاز، بيضرب له الطاقة مع السبلاي طبعا لأنه حشر حاله حشرة كتير ضيقة، فكيف ما ضرب الكاربت راح تجي على هدف بالتأكيد. يعني بالطرف الثاني الأوفرلورد معذبة جيوش بويكا، الأوفرلورد تبعت بيك سايز ما زال يجلد بالأوفرلورد بيك سايز. بالطرف الآخر اثنين اسيام مع واحدة جاتلينج، ولكن بويكا لا يستسلم بسهولة. يا رجل يا رجل يا رجل، أوفرلورد بتوقف بالإي ام بي، لازم يروح يضربها بأسرع وقت ممكن. خلنا نشوف الكاربت لو رايحة، لازم يروح يشيل الأوفرلورد بأسرع وقت ممكن، فرصة أكتر من ذهبية لحتى يشيل الأوفرلورد. بالطرف تاني الكاربت على السبلاي، ممتاز، كاربت من بويكا على سبلاي بيك سايز، ممتاز جدا. خلينا نشوف الأوفرلورد راح تنشال، راح تنشال الأوفرلورد بدون أي مشاكل، ولكن الهيليكس في الأجواء. لحق على آخر باتل ماستر وشال الأوفرلورد بيك سايز. وور فاكتوري، وور فاكتوري لبيك سايز، بيك سايز يطقطق على بويكا، بيك سايز يتنمر على بويكا، بيبني وور فاكتوري. طيب الهيليكس، الهيليكس ما زالت في الأجواء، بويكا خلاص خلاص خلاص، بويكا لا يملك شيئا سوى القاعدة. خلونا نشوف، بيحاول محاولات صراحة مستميتة من بويكا لحتى يدمر الوور فاكتوري تبع بيك سايز. خلونا نشوف اذا راح، باتل ماستر بتشير باتل ماستر، بويكا مرة اخرى الجنرال الذي لا يستسلم بسهولة، او اللاعب الذي لا يستسلم بسهولة، عم بيرجع بيبني طاقة مرة تانية، والهيليكس ما زالت تحوم في الهواء بحثا عن هدف وبحثا عن ضربة جديدة. بويكا بيرجع بيبني سبلايته. خلينا نشوف بيك سايز من الطرف الثاني، بيك سايز مثل ما قلنا مستحل هاي السبلاي، سبلاي واحدة لبيك سايز. خلينا نشوف اي ام بي على ما اظن، اي ام بي من بيك سايز او الغام، واحدة من اثنين، حلو حلو، اي ام بي على القاعدة، يا سلام يا سلام يا سلام، بيضرب له المبنى الوحيد، بيضرب له المبنى الوحيد، وخلاص خلاص الاي سي ام راح تمسك الجاتلينج، وخلاص جيم اوفر بالنسبه لبويكا على ما اظن، جيم اوفر بالنسبه لبويكا، مسكه مسكه اخت يا رجل، ما خلاه يعني حتى الستارات ما خلاه. تكيك 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 ما تقبل بالجي جي، ما تقبل بغير التكيك. هذا كان جيمنا لليوم، وبعيد وبذكر دائما الجيمات التشاينا تانك من امتع الجيمات. اتمنى انه كان عجبك الفيديو، رجاء اذا عجبك ما تنسى تدعم الفيديو بلايك، تتركنا رايك الحلو بقسم التعليقات. كان معكم اخوكم علاء رضا، والسلام عليكم.